ضحايا الألغام هو عدد كبير موجود اليوم في اليمن، وأكثر الضحايا اليوم هم من المدنيين من نساء وشيوخ وأطفال. ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لم يألو جهدا في المساعدة في هذا المجال، وتكملة لمشروع مسام اللي هو أيضا تحت مظلة مركز الملك سلمان. هذه يبغى لها وقت، يبغى لها جهد أكثر، ولكن إن شاء الله نحن في الطريق سائرين فيها. نعم، مشروع مسام يقوم بتدريب وتأهيل المشاركين اليمنيين في الفرق العاملة في مجال نزع الألغام، كيف انعكس ذلك إيجابيا على مهامها وتمكينها من الاستمرارية مستقبلا لنزع الألغام؟ مشروع مسام دخل بشراكة مع المركز الوطني لنزع الألغام، واستخدم تحت مظلة المركز اليمني 32 فريق بالإضافة إلى الفرق الأجنبية المتخصصة الموجودة لدى مشروع مسام. البرنامج الوطني يعني صراحة لم يقصر مع مشروع مساهم في تأمين الكوادر اللازمة من أبناء اليمن لإعادة تأهيلهم وتدريبهم وتجهيزهم للعمل تحت مظلة مشروع مساهم، وهذا سوف يمكن البرنامج الوطني يمكن أبناء اليمن من الاستمرار مستقبلا في هذا المجال. ما الآلية التي تعتمدون عليها وما المراحل التي قطعتموها؟ نحن اليوم متواجدين في تقريبا معظم المناطق التي نسميها مناطق محررة. مشروع مسام يعمل فقط في المناطق المحررة. نحن بعيدين عن جبهات القتال حفاظا على أرواح وسلامة العاملين في المشروع. اليوم نحن نزعنا أكثر من 23 ألف لغم وعضو ناس وذخيرة غير منفجرة. امتداد فرقنا موجود اليوم من مأرب إلى الجوف إلى شبوة إلى باب المندب الساحل الغربي إلى الدريهمي تعز. المناطق هذه نحن كلها متواجدين فيها اليوم. الفرق موزعة حسب الاحتياج الفعلي على أرض الواقع. يتم نقل الفرق من منطقة لمنطقة حسب الحاجة وحسب الاحتياج الموجود والضرورة الموجودة لتحرك هذه الفرق. هل هناك دورات توعوية للمواطنين لمحاولة يعني تجنب المدنيين المناطق الألغام ومعرفة الألغام، معرفة كيفية أشكال الألغام وما إلى ذلك؟ الفرق العاملة في الميدان تقوم بهذا الواجب اللي هي تقوم بدور التوعوي في المناطق اللي تعمل فيها. نحن نحاول نوسع الشيء هذا أكثر. المشكلة اليوم إن قاعد تطلع أشكال وألوان وعبوات ناسفة غريبة الشكل لم تكن موجودة في دول أخرى، وتفننوا جماعة الحوثي بإرهاب المواطنين فيها. الخوف اليوم ليس فقط من الألغام إنما من العبوات الناسفة اللي صنعت ووضعت أشكالا مختلفة وفي مناطق مختلفة مستهدفة المواطنين.